مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج حديث الاخبار. النهارده هنناقش مع حضراتكم عدد من القضايا المحليه بجانب مناقشه اخر المستجدات على الساحه العالميه مع ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم قنديل. ويشهد العالم باسره بما حققناه من انجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤيه استراتيجيه شامله لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل الصدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا حب. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا حب. النهاردة مشاهدي الكرام، وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تقرير عن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة. وفي مقدمة عرض السيد الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ، ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، لكن يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدود للغاية، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المصاب. أوضح أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان أن انتشار عدوى جدري القردة تحدث إما من خلال الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان أو من الأم إلى الطفل. تفاصيل أكتر هنستعرضها مع ضيفنا اللي بينضم لنا عبر الهاتف، الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، مساء الخير. أهلا بحضرتك. طبيعة هذا الفيروس أو هذا المرض وانتقاله وما يسمى بجدري القردة ومدى خطورته على البشر، وخاصة ان هو حتى الان منحصر تقريبا في بعض الدول في غرب افريقيا. ده صحيح، يعني لو اتكلمنا يعني عن طبيعته، هو طبعا من عائلة الجدري. نعم. واحنا الجدري لو متذكرين السمول بوكس، ده اللي احنا كنا يعني اي حد كان موجود قبل 81 اللي احنا اتطعمنا بيه، احنا وقفنا التطعيم تقريبا من 81 82 وما بقاش موجود في العالم خلاص، فده من نفس العيلة، ولكن هو طبعا أضعف بكثير من الجدري. هو بقاله عشرات السنين موجود يعني فيروس جديد، وزي ما تفضلت يعني في المقدمة الوافية، هو يعني فيروس حيواني المنشأ بيسموه زوناتيك. هو بيجي من بعض الحيوانات البرية اللي مش موجودة في الشرق الأوسط ولا في مصر، فعشان برضو الناس ما تقلقش، لأن كان في بعض الأخبار إنه بيجي من الكلاب، نوع معين من الكلاب مش موجود أصلا عندنا. ولو انتقل من الحيوان للإنسان، ده الوسيلة الأولى. انتقاله من إنسان لإنسان أصعب شوية. احنا لو قارناه بكوفيد 19، احنا فيروس كورونا كان الشخص المصاب ممكن يعني، وهنا لو بنتكلم عن الاثنين فيروسات، فكرة الانتقال أو انتقال العدوى ما بين الفيروسين، يعني سواء فيروس جدري القردة أو فيروس كورونا، ده بينتقل إزاي للبشر وده بينتقل إزاي للبشر؟ يعني احنا الاثنين حيوانين منشأ، سواء كان كورونا او جدري القردة، ولكن العدوى من انسان لانسان مختلفه تماما. الكورونا كان الشخص وصلنا في الاخر في دلتا ممكن الشخص مصاب يصيب 15 شخص سليم، دي كانت نسبه انتشار عاليه جدا، ده اللي خليته وباء عالمي. لكن احنا لسه جدري القردة نسبه انتشاره، احنا محتاجين شخص مصاب اخره يعدي شخص سليم، يعني واحد لواحد اوقات اثنين لواحد كمان، فبالتالي انتشاره بطيء للغايه من انسان لانسان. بينتقل من انسان لانسان يا اما عن طريق التصاق الجلد، ان هو احنا كلنا متهيألي شفنا خلاص شكل جدري القرده بيبقى فيه الحيصلات الموجوده على الجلد. نعم. دي معديه للغايه، او بسوائل الجهاز التنفسي دي طريقه ثانيه، بس محتاجه وقت طويل جدا. زي احنا بنقول العدوى عاده بتحصل جوه نطاق الاسره او ما بين الزوجين، لان محتاجه وقت طويل عشان يحصل عدوى عن طريق الجهاز التنفسي، فانتشاره بطيء للغايه. يعني كده حضرتك بتأكد لنا والسادة المشاهدين والمشاهدات ان انتقاله من انسان لانسان صعب يتم عن طريق التنفس، لكن ممكن يتم عن طريق التلامس المباشر او التعرض المباشر، يعني مثلا زوج وزوجة، اب وابن، ام وابنها، او المحيطين بها بالتلامس. بالضبط، التلامس اسهل بكتير من الجهاز التنفسي.
فده الثلاث طرق للعدوى: حيوان لإنسان، إنسان لإنسان عن طريق الجلد، إنسان لإنسان عن طريق جهاز التنفس. والسرعة بتاعت التصور بطيئة. احنا دايما عندنا شروط لحاجتين: شرط ان يبقى فيه انذار للصحة العامة زي ما حصل على جدر القردة للمرة الثانية، الاولى كانت 22 ودي الثانية. والحاجة الثانية ان هو يصبح وباء عالمي زي كورونا. في فرق كبير من الاثنين، ان ناس كتير كانت ملخبطة ان طالما بقى فيه انذار عالمي ان هو هيبقى وباء. لا، احنا عندنا شروط. طيب، لأي حضرتك بتصف ازاي تصنيف منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس الجديد جدر القردة بانه فاجعة طارئة، والاستعدادات اللي بتاخدها منظمة الصحة العالمية سواء في القارة الافريقية او في غيرها من القارات؟ تمام، احنا عندنا شروط عشان ده يحصل، ان يحصل حاجة اسمها الفك، انذار الفك اللي هو اصدرت منظمة الصحة ده، لان احنا عندنا مرض كان يسهل السيطرة عليه، ما عندوش اي بوادر انه يبقى وباء، يعني بوادر الوباء ان هو يبقى مرض لا يوجد له مثلا لقاحات او ادويه. لا، جدر القردة ليه لقاح موجود من عشرات السنين، ونقدر ان احنا نعالج الاعراض، ونسبه وفياته قليله، وده الشرط الثاني، فبالتالي صعب ان يبقى وباء ثاني. سرعه انتشاره قليله، فبالتالي وصعب برضه ان يبقى. هل اللقاح الموجود فعال زي اللقاح الموجود للجدر المائي اللي هو حتى الان موجود ولكن بيتعالج بسهوله؟ الجدري لا، هو اللقاحات بتاعت الجدري القديمه كمان سمول بوكس مش التشيكن بوكس دي موجوده، ونسبه الوقايه بتاعتها 85%، فدي نسبه عاليه للغايه. هي المشكله كلها ان خلال نظام صحه تعمل الموضوع ده، ان اللقاحات مش متوفره. احنا عندنا مشكله يعني في المجتمع الدولي ككل، هي مشكله كبيره، ان بقى لنا سنتين بنقول احنا محتاجين لقاحات لقاره افريقيا. صحيح ان المرض متفشي فقط جوه القاره، ولكن الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل في المستقبل. منظمه الصحه قالت انا محتاجه هسال عن امرين، ومحتاج من حضرتك اجابه سريعه. الاعراض اللي هي تثبت ان اللي اصيب بجدر القرده اللي بتظهر بشكل فوري وسريع مثلا في ظرف 3 ايام، والطرق الوقايه او الحجر الصحي عن طريق البوابات البريه او البحريه، المنافذ البريه والبحريه والجويه اللي اتخذتها مصر في هذا الشأن. تمام، ده سؤالين كده كل واحد في دقيقه. الاولاني احنا طبعا لو بنتكلم عن اعراض او 3 ايام مفيش اعراض، هو بيبتدي بقى فتره حضانه، بعد كده تظهر الاعراض بحكه بسيطه، ارتفاع درجه الحراره، تضخم في الغدد الليمفاويه، بعد 4 ايام 5 ايام بيبتدي ظهور الفيصلات اللي على الجلد اللي احنا كلنا بنشوفها دلوقتي على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيقعد تقريبا 4 اسابيع وبيخف، معظم الحاجات بتخف. اللي ما بيخفوش هو صغار السن اللي عندهم مشاكل في المناعه، بياخدوا ادويه فيها يعني بتقلل شويه من المناعه، او لو ما فيش رعايه صحيه زي ما موجود في الكونغو الديمقراطيه حاليا. الحاجه الثانيه احنا الاسلوب بتاعها هو فكره ان احنا نمنع دخول الحالات من البلاد المصابه بهذا المرض عن طريق البوابات والمطارات. ده طبعا لو كان في درجه حراره مرتفعه بيبتدي على طول يتعرف، هو ساعتها محتاج يتعمل له تي سي ار، يتعرف اللي عنده ده جدري قرده كوفيد انفلونزا، بيتعرف ساعتها بالاساليب بتاعه التحاليل. الموضوع سهل، هو الفكره في الجدري ان زي كورونا لو هو ما عندوش اعراض هو مش هيعمل، فبالتالي هو اول ما يظهر الاعراض ساعتها بيبقى معدي. الشخص اول ما هيبتدي عنده الاعراض بتبقى باينه موضوع الحكه، وبعديها بكام يوم موضوع الجسور وموضوع الفيصلات المائيه اللي موجوده على الجلد. المفروض ان هو يبتدي يعزل نفسه، وفكره ان هو مرض ظاهر للعين، يعني اي حد بيشوف الجلد بيبتدي يعرف ان في مشكله، ده بيخلي التعرف عليه معروف وسهل، وسهل في العزل. اما كنا بنتكلم عن مرض صامت زي كورونا كان بينتشر واحنا مش عارفين اذا كان الشخص عنده الفيروس ولا لا، ففي اختلاف كبير بين النصايح البسيطه ايضا اللي ممكن حضرتك توجهها للساده المشاهدين والمشاهدات عشان ياخدوا بالهم لو لا قدر الله حصل نعمل ايه، او قبل ما يحصل وان شاء الله ما ياتيش الى مصر هذا الفيروس نقدر نعمل ايه؟ هو طبعا التداعيات اللي على مستوى الدوله هي اوريدي اتخذت من وزاره الصحه المصريه، هو ان انا ابتدي اراقب المطارات واحط استعدادات في المستشفيات لان هم يتعرفوا على اي حاله ممكن ان هم يشوفوها، دي اوريدي حصلت. الحاجه اللي على مستوى الافراد ان انا محتاج تداعيات الصحه العامه تبقى موجوده عندنا، سواء كان لجدري القرده او سواء كان لكوفيد الانفلونزا، هي واحده. في فيروسات بتتعالج عن طريق الجهاز التنفسي وعن طريق التلامس. انا محتاج لو انا رايح اماكن زحمه، وخصوصا ما هقول احنا في مصر اننا مش بلد موجود فيها جدر القرده، المكان اللي انا اقدر اخد بالي منه هو المطار. انا لو رايح مطار ده مكان مقفول، المطار والموانئ وغيرها والمنافذ البريه بالطبع، كل المنافذ كل المنافذ دي المكان اللي موجود فيه مواطنين من جميع انحاء العالم وممكن يحصل فيه عدوى، محتاج ان انا اتحاشى التلامس، اتحاشى ان انا ابقى قاعد قريب من حد ومش لابس ماسك، وخصوصا بتكلم على الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في جهاز المناعه، صغار السن، دول المفروض ياخدوا بالهم. لكن غير كده احنا بلد بعيده شويه عن تفشي جدري القرده الا للوافدين من الخارج،
وفي الاخر النظافه الشخصيه ووصول للصحه العامه انا نفسي تكون مطبقه كمبدا سواء في جدري الكرده او خلافه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن مدينة العالمين الجديدة أصبحت مقصدا سياحيا عالميا بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه يوجد في الساحل الشمالي سائحون من أكثر من 100 جنسية هذا العام، بما يضمن خطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية في مصر واستهداف عدد كبير من السائحين. وما تزال وبالطبع مشاهدي الكرام للحديث عن هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد، الرئيس مجلس الوزراء وحديثه اليوم عن أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية عالمية أو مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس، التطورات اللي حصلت في مدينة العالمين رصدتها إزاي، والمراحل اللي مرت بيها، وإزاي وصلنا إلى هذا المستوى، والمنتظر من هذه المدينة العالمية على أرض مصرية في المستقبل؟ طبعا مدينة العالمين بدأ فيها العمل في 2018 في شهر مارس، ودي كانت من رؤية مصر 2030 اللي بتهدف لتطوير المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية للنمو الاقتصادي والتطوير. وده طبعا ده ساعد بشكل كبير جدا ان هي تكون مدينة العالمين من المقاصد السياحية العالمية في مصر خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا الطرق والشبكات واللي وصلت بيها لأحدث التقنيات ده ساعد بشكل كبير جدا على جذب المستثمرين وجذب القطاع الفندقي والمنتجعات اللي تمت إنشاءها في مدينة العالمين. نعم، المميزات اللي بتتمتع به هذه المدينة مدينة العالمين الجديدة عن غيرها من الوجهات السياحية الأقرب في دول حوض البحر الأبيض المتوسط؟ طبعا أول حاجة لازم نتكلم عنها إن دي نقطة بيور في البحر المتوسط، وطبعا المناظر الطبيعية والجو المعتدل طول السنة، بالإضافة طبعا للبنية التحتية المتطورة، وإن المدينة مجهزة بأحدث المرافق والخدمات زي المطارات والمستشفيات والمراكز التجارية، وده شبكة الطرق والمواصلات اللي تربط مدينة العالمين بكل المدن القريبة منها. وطبعا ما ننساش المشروعات السياحية اللي اتعملت في مدينة العالمين، كل ده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا ان تكون مدينة مميزة مدينة العالمين. نعم، ايضا من المميزات العوامل اللي ساعدت في جذب السياحة العالمية الى هذه المدينة، واللي ممكن يعني كما ذكر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تساعد ان هذه المدينة تظل مستدامة تستقبل سياحة على مدار العام وليس فقط في فصل الصيف. طبعا المدينة فيها كل ما يحتاجه السائح الاجنبي او السائح المصري من احتياجات ليه، زي الفنادق زي المولات زي الأماكن التجارية والمطاعم الخدمات، فده كله بشكل كبير بيساعد أن يكون في تدفق سياحي طول العام. نعم، المتبقي لمدينة العالمين عشان في القادم تكون قادرة على المنافسة في ظل الوجهات المتعددة المختلفة في شرق المتوسط أو في البحر المتوسط كوجهة جديدة وبكر زي ما حضرتك ذكرت. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت بيتم إنشاء مرسل اليخوت عشان تكون إضافة لسياحة اليخوت في مصر. طبعا في جزء من الاستثمار السياحي لسه ما تسلمش. نعم. كل دوت طبعا خلال الفترة اللي جاية هيكون مدينة مكتملة لجذب عدد كبير من السياحة على مستوى العالم.
نعم. وهنا ما دمنا بنتكلم عن مدينة مكتملة إن شاء الله، إحنا شفنا مهرجان العالمين في نسخته الأولى العام الماضي وفي نسخته الثانية المستمرة في هذا العام بالأنشطة المختلفة وتعدد الزيارات من السادة المسؤولين والوزراء عليه وتعدد الأنشطة من قبل جميع الوزارات. شايف حضرتك القادم أيضا يجب أن يضاف عليه إيه، ودور الشركة المتحدة وغيرها من الجهات والمؤسسات داخل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لزيادة الاهتمام بمثل هذه المدينة والمدن المطلة على الساحل الشمالي؟ طبعا لازم في البداية نشكر الشركة المتحدة وعلى رأسها الأستاذ عمرو الفقي على المجهود الرائع وإبراز صورة العالمين بهذا المنظر الرائع للعالم. نعم. وطبعا ساعد بشكل كبير جدا ان المهرجان يكون بيضم عروض وفعاليات متنوعة من كل المجالات، عروض فنية أو موسيقية، معارض، فعاليات رياضية، وطبعا ده تجربة فريدة بتجمع بين الثقافة والترفيه، ويمكن ده أطول مهرجان بيتعمل في منطقة الشرق الأوسط. وما دمنا بنتكلم أنه هو أطول مهرجان، الرسائل اللي بيقدمها مهرجان العالمين في نسخته الثانية لمصر وللعالم؟ طبعا الرسائل لإظهار الصورة الحضارية لمدينة العالمين والأجواء الساحرة للمدينة، وبيعكس ده الثقافة الخاصة بمصر وتراث مصر طبعا من خلال المهرجان، وبيجعل مدينة العالمين بسمعتها العالمية ان تكون مقصد سياحي عالمي على أرض مصر إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لحضرتك ولكل القائمين على مهرجان العالمين في نسخته الثانية وهذه المدينة العالمية بحق وبالأرقام على أراضي مصرية خالصة، وكل الشكر للقائمين على العمل في هذه المدينة. شكرا جزيلا أستاذ محمد كارم الخبير السياحي، ونتمنى كل وجهتنا السياحية المصرية تحذو حذو العالمين وأكثر وتجذب سياحة أكثر إلى مصر. ومشاهدي الكرام نذهب مع حضراتكم إلى فاصل، ومن ثم نعود لاستكمال فقراتنا في برنامج حديث الأخبار، ابقوا معنا. من جديد مشاهدي الكرام، ما تزال تطورات ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية متلاحقة، حيث سلمت وزارة الطوارئ الروسية 12 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة كورشاتوف في منطقة كورسك الروسية. على الرغم من الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية وتقدمها في هذه المنطقة الحدودية، فإن القوات الروسية العاملة في دونيتسك تواصل أيضا تقدمها بشكل سريع، حيث أعلنت عن السيطرة على قريتين جديدتين، ما يعني أن الهجوم الأوكراني لم يستطع وقف التقدم الروسي في محاور القتال الأخرى. وفي سياق آخر، ما يزال السباق الرئاسي الأمريكي محتدما في ظل حرب التصريحات القائمة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس وغيرها من النقاط المشتعلة في الشارع الأمريكي. تفاصيل أكثر هنستعرضها مع حضراتكم مع ضيفنا الكريم اللي بشرفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نبدأ من روسيا وأوكرانيا والعملية المباغتة أو قد محاولة الهروب للأمام من جانب أوكرانيا في قلب الأراضي الروسية أو على الحدود الروسية في كورسك وبعض الكيلومترات، وما يكشف عنه والزيارة الأخيرة أيضا لزيلينسكي لكورسك ومن ثم تحت الأرض مع وزير دفاعه ورئيس أركاني. تعليق حضرتك على هذا الأمر، رغم على الجانب الآخر روسيا مستمرة في التقدم في محور دونيتسك، وكمان هناك زيارات قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى كل من أذربيجان والشيشان ولقاء الرئيس الشيشاني ودخوله في هذه العالمية الخاصة أو هذه الحرب. صحيح. يعني هو طبعا كما قلت في التقديم، يعني عملية كورسك بالنسبة لأوكرانيا هي هروب للأمام. هذا صحيح، لكن في التفاصيل التكتيكية من المؤكد أن كانت هناك نجاحات في مفاجأة الروس. اثنين، انه اثبتت ايضا ان هناك خروقا في القدرة الاستخبارية او حتى الفراغ او الخلاء العسكري الروسي في المقاطعات المحازية لأوكرانيا، سواء في بلجرود او في كورسك او في بريانسك. طبعا دي ليست اول مرة المفاجأة حصلت. يعني هذا الكلام، لكن فيه طبعا مبالغات إعلامية
بوصف هذا العمل يعني عمل كبير. أنا لا أعتقد ذلك لسبب بسيط، هو أنه أي تأمل في أهداف استراتيجية لهذه العملية يثبت أنها بلا جدوى. وأول الأهداف كانت إجبار الروس على سحب قوات من شرق أوكرانيا إلى كورسك لمواجهة هذا الهجوم الأوكراني المبرر. هذا لم يحدث على الإطلاق. كان الروس حريصون على شيئين في المواجهة كما تبين الوقائع الجارية. واحد أنه شرق أوكرانيا كما قرر مجلس الدوما الروسي منذ أواخر سبتمبر 2022 أصبح جزءا من الأراضي الروسية، ومن ثم تعامل صانع القرار الروسي مع الدونباس ومع ما تبقى من دونيتسك تحت السيطرة الأوكرانية ذات المعاملة التي تعامل بها مع كورسك، فهذه في نظره أراضي روسية وهذه أراضي روسية. اثنين، أنه في مواجهة الهجوم المباغت في كورسك جرى التالي في المواجهة العسكرية: واحد، تطويق هذا الهجوم إلى المساحات الحدودية التي وصل إليها. اثنين، من الواضح أن فيه نفس طويل وصبر وتأني، مبعثه محاولة استدراج المزيد من القوات الأوكرانية إلى ما يمكن تسميته فيما بعد مصيدة كورسك. حيث تتوالى البيانات العسكرية الروسية كلها تركز على فكرة استنزاف القوات، استنزاف المعدات، أيضا قصف مناطق تحشيد وراء الحدود في مقاطعة سومي. طبعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اجتمع مع الجنرال سيريسكي وغيره اليوم في مقاطعة سومي الأوكرانية المحازية لكورسك وليس في كورسك، وممكن طبعا يجتمع في كورسك، المساحة تكفي، هو مش هياخد حتة، مش هياخد مترين في مترين، لا لأن هي حوالي 1200 كيلومتر. الفكرة كورسك مساحة هائلة جدا، قلت من قبل أنها 190 ألف كيلومتر. وكورسك في الذاكرة الروسية من سنة 1941 مسألة تمس المعنى الرمزي والنفسي إلى حد كبير جدا يعني. ومعروف أن كورسك جرت خلالها أشهر معارك الحرب العالمية الثانية، معارك الدبابات. ولنتذكر شيئا بسيطا يعني، أنه في كورسك كانت خسائر الروس أكثر من ضعف خسائر الألمان في حملة بارباروسا الهتلرية. لكن ببساطة كان الانتصار للروس، إذ أنه بعد المعركة التي استمرت من 5 يوليو إلى 23 أغسطس سنة 1943 جرى إخراج القوات الألمانية ومطاردتها إلى خاركوف اللي هي خاركيف دلوقتي وإلى ما بعدها وصولا إلى برلين بعد سنتين من هذا التاريخ. طيب فأنت هنا الفكرة أنه من الواضح أن الروس فاجأوا العالم وفاجأوا المراقبين. لم يتصرفوا بانفعال في مواجهة الهجم، لم يحشدوا كل قواهم لطرد القوات الأوكرانية، فضلوا أن يجعلوا كورسك أو المساحة التي دخلها، المساحة المحدودة التي دخلها الأوكران في كورسك كمصيدة للقوات، ولم يعبأوا كثيرا بالمعاني الإعلامية أو الرد على المعاني الإعلامية. يعني كان البعض وقد أكون منهم يتصور أن هناك حملة روسية هائلة سوف تزحف لطرد القوات فورا، هم سلكوا سلوكا مختلفا، اعتبروا أنه وسعوا الجبهة، أضافوا إليها كورسك وعليها عليهم التقدم على كافة الجبهة. وكما ذكرت لنا حضرتك في حلقات سابقة من برنامج حديث الأخبار وفي التحليل حضرتك للأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية، أن الروس يهزمون فيهزمون ثم يستعدون ثقتهم بأنفسهم وينتصرون في النهاية. هو كذلك يعني. يعني لدى الروس مقدرة هائلة على الصبر والتكيف. أكل الثلج كما قال هنري كيسنجر. خبرتهم النفسية الشخصية بتؤدي إلى ذلك في حروبهم الطويلة. وهم فعلا يهزمون فيهزمون ثم ينتصرون. ومن المؤكد ليس لدي أدنى شك منذ البداية فأن هذا الهجوم، طبعا مع تسجيل أنه في العمليات التكتيكية في جوانب قصور ظاهرة، لأنه ليس مطلوبا ولا معقولا أن تكون كل المقاطعات الحدودية خالية تقريبا من القوات. هم استوفوا هذا النقص الآن ويتصرفون. وهنا بما تفسر أستاذ عبد الحليم
عدم إعلان الرئيس الروسي أو مجلس الدوما أو وزارة الدفاع الروسية للتعبئة العامة كما كان يحدث من قبل، وبل بالعكس هناك من المسؤولين الروس في تصريحاتهم اليوم وما نشر حتى في الصحافة الأجنبية زي وول ستريت جورنال ما يؤكد أن الدفاعات الجوية الروسية متعددة الطبقات ما بين قوسين تصدت للعديد من الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على العاصمة موسكو ما بين اليوم وأمس. صحيح طبعا، هذه ليست وخاصة ظاهرة. كمان أيضا في إقليم سومي ظاهرة كمان. جديدة، ظاهرة اسمتها من قبل لدغات النحل التي تلجأ إليها أوكرانيا من القرم إلى موسكو. نعم. مرورا بعديد المقاطعات الفاصلة بين الحدود الأوكرانية لموسكو وهي نحو 550 كيلومترا. نعم. فالفكرة الأساسية هي فكرة إعلامية، يعني إعلام الغرب الحاضر يعلم الغيب إن إحنا بنعمل حاجة، فادعمونا بقى، بدليل أن زيلينسكي نفسه بيتكلم عن الموقف الصعب في شرق أوكرانيا. الروس من الواضح على الخرائط أنهم استغلوا فكرة الحشد في كورسك وتفريغ الدفاعات الأوكرانية في كثير من مناطق شرق أوكرانيا في التقدم إلى منطقة هامة جدا، مدينة يسمونها بوكرو فيسك، في الطريق إليها بلدة نيويورك وغيرها حوالي 10 بلدات استولوا عليها بسرعة، والسيطرة على بوكرو فيسك واضح إنها محتملة ووشيكة بدليل أن السلطات الأوكرانية أمرت سكانها بالجلاء عنها وهم حوالي 80,000 يعني، وأمرت من قبل سكان بلدات محيطة بالجلاء. طبعا السيطرة على بوكرو فيسك تعني أن الطريق أصبح مفتوحا إلى نهر الدنيبر اللي هو الهدف الروسي، فكرة قسمة أوكرانيا إلى شرق نهر الدنيبر وغرب نهر الدنيبر. وبالتالي التصميم الروسي على تحقيق الهدف الكلي غلب على فكرة التسرع في إنهاء موضوع كورسك، واكتفوا في إنهاء موضوع كورسك بوقف التقدم ثم بتجريب ما أسميه صيغة القتال السوفيتي. صيغة القتال السوفيتية معتمدة على خطوط دفاع عميقة يعني متوالية، اثنين فكرة حقول الألغام، ثلاثة فكرة الاستدراج إلى الكمائن. والاستدراج إلى الكمائن أضيف إليه بفضل التطور التكنولوجي فكرة كمائن طائرات روسية مسيرة اسمها لانست، تقوم بدور هائل جدا في التعامل مع القوات الأوكرانية إضافة لقوات الجوية الروسية المعروفة. وهنا برضو هسأل حضرتك ميج وغيرها. نعم، ربما المشاهد والمشاهد الكريم اللي بيتابع كمان الإعلام الدولي والإعلام المحلي وما يصدر عن هذه الجبهة من القتال أو هذه الحرب الروسية الأوكرانية أو العملية الخاصة كما أسموها الروس، ينظر إلى فنلندا القريبة من الحدود والتصريحات الأخيرة والحشد اللي موجود فيها من أسلحة غربية واستعدادات تقوم بها، وأيضا ينظر إلى بيلاروسيا والشيشان وأذربيجان الذي زار بعضهم الرئيس الروسي في اليومين الماضيين وكان له تصريحات ربما تكون قوية تغير مجرى الأمور التي تتم على الأرض. ده صحيح، نلاحظ بس فقط أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على أن لا يصل إلى درجة إعلان الحرب. نعم. لأن إعلان الحرب يلزمه بالتعبئة الشاملة وبإعلان حالات طوارئ عامة في كل البلاد. نعم. وهو يريد أن يحفظ للروس أكبر قدر من الحياة العادية، ولأنه الهدف المقابل اللي هو نقل الإحساس بالخطر من أوكرانيا والغرب، نقل الإحساس بالخطر الحربي إلى الداخل الروسي. هو تصرف بطريقة معاكسة، بطريقة الهندسة العكسية. فهو في الهندسة العكسية حريص جدا على ألا يزيد على خطوط التعبئة التي تمت من قبل من أكتر من سنة، اللي هي التعبئة بنسبة 1% من قوات الاحتياط، لم يتجاوزها. وحريص لا يزال الإعلام الروسي والدعاية الرسمية على وصف ما يجري بأنه عملية عسكرية خاصة وليست حربا شامل، لأنه إعلان الحرب الشاملة له تبعاته كما قلت في التعبئة الكاملة وفي بعض الإجراءات القانونية لا يريد أن يتخذها، لأنه يركز على فكرة النفس الطويل للروس في الحروب وعلى تعدد ميادين هذه الحرب، وكما حضرتك ذكرت قبل كده اللي هو فكرة الاقتصاد وجانب السياسة قدم الأراضي بسهولة ويسر. لا بس زاد النشاط وزادت السرعة بالذات، وهذه ملاحظة حتى سارت إلى الإعلام الغربي المساند لأوكرانيا بالطبيعة اللي احنا بنسميه الإعلام الدولي. نعم. على سبيل الخطأ الشائع. فبن بأنه التساؤل الآن ما هي جدوى
عملية كورسك. نعم. تساؤل السائد ومن المستفيد منها الغرب. ماذا استفدنا من عملية كورسك؟ نعم. وهنا حروح للإعلام الغربي ولكن في جهة أخرى ومنها الانتخابات الأمريكية والصراع أو المنافسة ولكن في مجال الدبلوماسية والسياسة واجتماعات شيكاغو الأخيرة والحزب الديمقراطي والمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. وهل بهذا خلاص انعقد الأمر بعد ما شفنا تصريحات بيل كلينتون الرئيس السابق وتصريحات باراك أوباما الرئيس السابق أيضا وكل المسؤولين أو المهمين في داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بترشيح كمال هاريس والدعم النقدي وتقارب استطلاعات الرأي ما بينها وبين الرئيس من الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب؟ هي كمال هاريس أصبحت الرئيسية المرشحة الأساسية خلاص لا جدال أم أن هناك نزاعات أخرى زي ما شفنا بعض التويتات لجيل ستاين وجون كينيدي جونيور لمسألة التزييف والتضييق اللي بيمارسه الحزب عليهم؟ يعني طبعا جوانب التضييق في مؤتمر الحزب موجودة. بالنسبة لجون كينيدي هم رفضوا إدراجه في قوائم مرشحين من قبل جون كينيدي جونيور وأيضا التيار الذي عبر عن نفسه بشعار أنكوميتد غير الملتزمين بالتصويت لمرشح الحزب الرسمي وقد أصبح كمال هاريس بسبب القضية الفلسطينية وسبب انتصارهم للقضية الفلسطينية وخذلان قيادة الحزب والرئيس بايدن والمرشحة كمال هاريس لمواقفهم. الجانب الآخر اللي مؤتمر ذاته هذا الحشد لهذه الوجوه كلينتون وأوباما وحتى ميشيل أوباما وبيلوسي وغيرها هذا الحشد معتاد. لكن الحقيقة لفت النظر جدا وهو مفوق في الأصل أهم كلمة هي كلمة أوباما وهو أكثر الناس شعبية في الحزب الديمقراطي عموما أكثر رؤساء شعبية ولافت النظر أيضا في قضية كلينتون. إيه العناصر الأساسية؟ العناصر الأساسية أنه جرى شن هجوم هائل على دونالد ترامب والنقطة الرئيسية في الهجوم في التوجه الإعلامي لم تعد فقط كما كان من قبل فكرة الانتصار للديمقراطية التي يهددها ترامب بدلالة حوادث 6 يناير 2021 التي أذاعوا فيلما تسجيليا عنها خلال المؤتمر. النقطة المضافة هي فكرة التركيز على ترامب وعلى خطورته من جوانب متعددة. الجانب الأول أن ترامب شخص يعمل لنفسه ولأصدقائه وللمتعصبين. بدأ هذا ظاهرا جدا في كلمة أوباما. بدأ أيضا ظاهرا في كلمة أوباما أننا لا نريد إعادة رؤية فيلم ل4 سنوات هذا كاسمه التي تولاها ترامب من قبل والتي وصفها بفوضى هائلة فوضى الكابيتول. مشاهدة إعادة الأفلام مشاهدة الأفلام المعادة ليست مسلية كالرؤية الأولى. كلينتون أضاف شيئا ركزت عليه الكلمات أيضا هو شيخوخة ترامب نفس السلاح الذي استخدمه ترامب ضد بايدن من قبل إلى أن انسحب تحول إلى طعنة في صدره الآن. يعني مثلا كلينتون بيقول لك أنا الوحيد في عيلتي عبر 4 أجيال اللي كبرت إلى أن وصلت إلى هذا العمر بس المفاجأة السعيدة أنني لازلت أصغر من دونالد ترامب. نعم اللي هو البالغ من العمر 79 سنة يعني في فروق شهور. نعم. الكلام فجرى إعادة تدوير استخدام هذا السلاح ضد ترامب نفسه وترامب يساعدهم أيضا بأخطاء فادحة من نوع الكلام عن مين براون كنت راكب معه يعني بدأ يحكي حواديت يبين منها فوات الذاكرة وفوات التقدير وأيضا ترامب أيضا بدأ يشرع في ما يمكن تسميته تهويشات غريبة الشأن تطفح بالعنصرية وبالتنمر كما قال على سبيل المثال تعليقا على ما قال لتشجيع وهنا عشان احنا السيدة كمالة هاريس قال أنا أجمل من كمالة هاريس شيء يعني بدأ يعني فكاهيا أو كوميديا كأنه داخل وهنا في أقل جمال. في دقيقة اللي هي المتبقية لدينا يا أستاذ عبد الحليم قنديل حرب التصريحات إلى أين ستذهب بنا وإلى أين ستذهب بهذه الانتخابات ما بين الطرفين الحزبين والشخصين كمال هاريس ودونالد ترامب وحظوظ كل منهما في هذا السباق الرئاسي؟
هو من المؤكد ان فكرة الردح كما نسميها في العامية المصرية سوف تتواصل في الانتخابات الامريكية، ومن المؤكد ان المناظرات التي ستعقد اولها المناظرة المنتظرة على فوكس نيوز سوف تكون بداية، ومن المؤكد ان ترامب سوف لن يجد في كامالا هاريس لقمة سائغة كما كان بايدن. ومن المؤكد انها سوف يعني في الغالب سوف تفوز عليه في المناظرات، لأن القضايا الرئيسية جرى تركها وجرى ترك التنازع حولها إلى فكرة الهجوم الشخصي المباشر الحاسم. هجوم الشخصي من جانب ترامب هذا مألوف، لكن تحول قادة الحزب الديمقراطي إلى الهجوم الشخصي المعاكس يبدو جديدا، وتبدو هذه السيدة لبقة ومتحدثة وتسير على قادرة على إهانة ترامب في المناظرات المقبلة، وربما تسير على هذا سوف يؤثر. طبعا سوف يؤثر. إيه المشكلة أمام كامالا هاريس؟ المشكلة هي الولايات المتأرجحة التي يبدو فيها النفوذ المرجح في التصويت لفئات ذات أصول عربية ومسلمة قد تسبب لها مشكلة كبيرة جدا في فكرة الدخول إلى البيت الأبيض، لكنها لن تسبب مشكلة بالقدر نفسه في حصولها على أغلبية التصويت الشعبي، لكن كما نعرف في الانتخابات الأمريكية في تصويت شعبي وفي تصويت المجمعات الانتخابية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحيم قنديل، شرفتنا وسعتنا، شكرا جزيلا. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام أن تابعتمونا في حلقة اليوم من برنامج حديث الأخبار، على وعد بلقاء قريب إن شاء الله. أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.